الوغ بخصوص السؤال الاول، اليه الاستهداف، هذه الحكومه ماضيه في هذه الورشات. كاين الان الانطلاق، هادشي كتعرفوه وكتلمسوه وكتحسوا به، بان المواطنين تيقبلوا على التسجيل بخصوص يعني السجل، سواء منه السجل الاجتماعي الموحد ولا الاحصاء ديال السكان. فالهدف من هذه الاليات هو انه الحكومه في نهايه هذه السنه هي مجبره باش تقدم واحد دير واحد الاستهداف، واحد الدعم مباشر للعائلات المعوزه، واللي تكلمنا عليه في قانون الماليه ديال هذه السنه هذه. لا يمكن ان ننجح في هذا الورش بدون ما تكون عندنا واحد القاعده ديال البيانات واضحه حول الاسر التي تحتاج الى هذا الدعم. المعطيات اللي نقدر نقدم في هذا الاطار هذا هو ان العمليه تسير بشكل جيد، ومنين غادي نوصلوا ان شاء الله لمنتصف السنه، ربما انا ذاك غادي تكون عندنا واحد الصوره واضحه حول مختلف الامكانيات اللي خصها توضع من اجل انه يتم تحقيق هذا الاستهداف بشكل مباشر. لا، علاش ما يبقاش؟ لا، صندوق المقاس، لا، شوف صندوق المقاس الان يشتغل. شوف صندوق المقاس الان هذه السنه هذه يشتغل، السنه اللي فاتت يشتغل، ولولا صندوق المقاس اللي بالمناسبه وصلنا فيه الارقام تجاوزنا 40 مليار، ما قدرناش نواجهوا واحد المجموعه ديال الصعوبات اللي طرحات بما فيها القمح الى غير ذلك. حنا الان في الاستهداف، منين نحقوا هذا الاستهداف لكل حادث حديث؟